اليوم نحيي شعب السودان لإنجاز. كل يوم نحن هنا يكون في إنجاز، والإنجاز يكون في مصلحة المواطن في دول السودان في السلام. ونحن وقد قررنا وإقرارنا نحن استقرار السودان واستقرار جنوب السودان. ونحن اليوم الآن في هذا القاع يا ناصر الإعلام أقول كلام نجد نحن في دول جنوب السودان مواطنين وشعب نشكر أخوانا في مجلس الزيارة من الرئيس البروان والأخونا المهدي وتعاشي لإنجاز الكبير قدموه أمس بحضور السيد النائب رئيس مجلس الزيارة لسلام جنوب السودان. اليوم أصبحنا سلام اكتملا في دول جنوب السودان. وتقديرا إغراسا من مواطنين دول جنوب السودان يشكر الحق السيد الفريق أول أمدان ابن الهلاتو لمرة لجوء ماهو لفريق مشهر. اليوم أصبح ريق مشهر نائب الأول رئيس الجمهورية. يزور خرطوم واحد من أمناء السودان يزور بلده الكبير. لكن الملف بتاع سلام جنوب السودان اكتمل بتوفيق ربنا والشكر الكبير أخونا نحن نكرر مرة ثانية الذين قدموا مثل المواطن في دول جنوب السودان ولا ينساوا التاريخ. يسجل له ويتبع كل العالم يشوفهم رجل السلام. والآن وقد جاء في سلام السودان بقوة تفوز السودان أنجزت إنجازات كبيرة جدا في مجال السلام.